استمرار لي رواية عمار بن ياسر رحمه الله وأباه وأمه، وذكر لي الملاحم والحروب والعلامات إلى أن يقول: فتلك إمارة السفياني. علامة سيري دي بها سفياني إمارة سد. ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد عليهم السلام. سفياني دان أوجا سفياني علامات دان أوجا شخرية من يدعو لآل محمد عليهم السلام. استغل بمعنى درخ في روايات آل محمد عليهم السلام كيمون مهدن يرجع عليه السلام شخص شخص داعي يدعو إلى آل محمد عليهم السلام. بمعنى استغل بمتان شو سنشنا بعزي بزي إمام مهدي بكلي وخو نش بس إمام مهدي بكلي سي عليه السلام إمام مهدي بكلي سي طاعة لآل محمد عليهم السلام خو بنفس آل محمد عليهم السلام سيدي أن الإمام مهدي بكلا سيدي إلى إمام مهدي أن أرجع بالأضم يالله رخ طاعة واجبته وإيزخ إمام ده وإيزخ قائد جيوشته وإيزنق دولة دولة عدل ده حكمي له. استغرب يا ديوخ نجبر ويطلع علام اهتمام إلامي إمام مهدي بكلا نشت اهتمام إلامي بعضما بحيث شخصية وار من آل محمد يوم مهدي غير شخصية وار في زمن الظهور نش تغطية إعلامية أولي بضمة. فبرضه عمار بن ياسر دي يخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد بغير مسألة دي سفياني دان أرجع بضم تشخار إن علام دي يماني تشخب طيبها سفياني يعني لازم يماني سفياني تيوصل قب دي أرجع شخر سفيان دان أرجع شخر هذا الشخص الذي يدعو لآل محمد عليهم السلام. بالشخص الذي يدعو لآل محمد عليهم السلام الذي يخرج قبل السفياني وقبل الإمام المهدي عليه السلام عدة عبارات تجالبت عدة مواصفات تجالبت يعني من بردية يدعو من يدعو لآل محمد عليهم السلام بغير ذي يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق بغير رواية معاذ عليه السلام يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيتي يوم مهدي أهل بيت النان يوم مهدي أهل بيت كم قالبته إذا يوم مهدي في زمن الغيبة إيه ولدي دور يا صور وشخ مازن يرجع بالرجل يولي يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر. وبرواية نقل لي صاحب كتاب المواهدون نقل عن كنز العمال بغير يضع عبر الأسناد إلى رجل منا أهل البيت شمزدان برقشي الله روح كما في بحار الأنوار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يوم صادقتان دي الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل الله دي يرزو صلماز إمام صص. قال قلت جعلت فداك فأخبرني بما أستريح إليه رحت لمانة. قال يا أبا محمد ليس يرى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك نغض بني فلان حكمي لي أمة محمد رحات لغ قرمس نغض بني عباس حكمي لي خب آخر وبني العباس نندخس آخر زمن ضاغ بني العباس وار الحكام باسم الدين كم أمضن تكبسة ونامنا يهدويا غير يهدويا مصطلحات ديمقراطية ملكية فلان قلايدة يقدر فلان قصة يقدر آل محمد يوم باقي عليه السلام دي خير قرماسس فرج قرماسس فرح قرماسس ما جاء أضام مصجس. نكمل الرواية حتى ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت برجل من أهل البيت إمام مهدي قاد عليه السلام إن دراية ذا قرر قتال إمام مهدي قال برضي رجل من أهل البيت بخي إمام ذا لأنه أرجع إمام باقر دي ده الله أعز وأجل من أن يترك الأرض بلا إمام عادل دي منزة إمام نسي الأشياء بعض أنك إذا إمام ذا ودي من أهل البيت أهل البيت مزدان ده إذا إمام ذا يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه رشا أو الرشا حكم الله إذا انبضم وبنجح حكم الله غير أتباع واردة أنصار واردة تضحي لي لدنا الواردة بلا سنجا يبور علم غافل قاصن ياتسن
وربعلم بضع من كريلا سحار بلاصن يمون باقدي والله إني لا أعرفه باسمه واسم أبيه. ثم يأتيها الغليظ القصرى ذو الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع يملأها عدلا وقسطا تالذي من مهدي عقار عليه السلام. إذا رجل من أهل محمد عليهم السلام أجج إلى جاخته حكم إلى جاخته رشواخ الماس حكم إنه نش الماس نش اللي بحكاته ببر تعبير تعبير آخر دي لمهدي أجج إلى الله مصدام مهدي ده يعني يزخ مهدي ده يزخ مهدي سلانر عن الإمام الباقر عليه السلام تنزل الرايات السود التي تقبل من خراسان الكوفة. فإذا ظهر المهدي بمكة بعث بالبيعة إلى المهدي عقد الدرر كتاب الله مهدي شخص مكة ده يولار بمهدي يزن بيعي إذن كم مهدي يولد برضا. إذن عمار بن ياسر ديان ده من يدعو لآل محمد يمعاد ديان ده رجل من أهل بيت المهدي يمباقر ديان ده رجل من أهل البيت بمهدي مش يزخ مهدي مش وبعد سورة تجاري إصدق قائم سيلان إلى بمعنى ده رؤية سيلان ده من علامات القائم دي من علامات القائم خروج القائم خب تم غير قائم والله